وانت كمان مشهور دلوقتي انا انت مشهور الحمد لله انت من تطوان تطواني الحمد لله بارك الله السلام عليكم عليكم السلام بارك الله فيك اولا احنا بنرحب بيكم في سباير ترافل جروب اللي هي جزء من سباير المغرب او المغرب جزء من هنا. فاحنا بنحاول ندعم العلاقات المغربيه المصريه, بنحاول نعمل اضاءه او يعني بنعمل بنحاول نوضح ان العلاقه هي مش علاقه كوره بس بين الشعبين, العلاقه علاقه شعبين في احترام متبادل ما بينهم, في تعاون. احنا بنقول لكم ان انتوا شرفتونا وشرفتوا مصر في الفتره ديت, وان شاء الله هتتكرر مره واثنين وثلاثه. مرحبا بكم في بلدكم الثاني مصر, ان شاء الله الموضوع دوت هيتكرر او الجائزه دي هتتكرر مع كل ماتش من المغرب للمغرب. ان شاء الله هنضاعف الموضوع او الجوائز ديت في حال التأهل المنتخب المغربي. لو وصل المنتخب المغربي, حتى لو وصل قدام المنتخب المصري, فانا شايف ان النتيجة واحدة, سواء المغرب اللي خد الكاس او مصر اللي خدت الكاس. ان شاء الله هنوصل, لو وصلنا في النهائي هنعمل دعوة او جايزة للي يتوقع النتائج بحيث يجي يحضر معنا اللقاء النهائي. اولا احنا بنشكرهم على التعاون وان هم ابتدوا يروجوا للفكره معانا وابتدوا يدوروا على سي محمد اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. طبعا خد مننا مجهود, احنا مجهود عشان نلاقيه جوه مصر, لكن هو في المغرب اتفاجئنا ان هو مشهور بيتابع المنتخبات, المنتخب المغربي وبالذات الفريق التطواني. شخصيه طيبه وظريفه جدا, يعني يستاهل الجائزه. الحمد لله, يعني كنشكر الشركة اللي قدمت لي هذه الرحلة إلى شرم الشيخ, شكرا لها بزاف, لأن الحمد لله أنا ما كانش على بالي. الحمد لله شفت هادشي هذا في التواصل الاجتماعي وشفت هاد 360 في إذاعة ديالكم, والحمد لله شكرا لهم بزاف. وناس طيبين, ناس مصر طيبين لهما, يعني نفس الكلمة اللي كنقول شكرا لأهل مصر يعني على حسن الضيافة. بالفعل هذا كلام حقيقي غير مزيف, والحمد لله على هذه الرحله هذه, والحمد لله ربي بغانا. انا مع المنتخب, يعني الحمد لله كنطالب كما قال الابن ديالي نهار ديال قبل المقابله, قال غنربحوا بواحد صفر, وقال بواحد الطريقه ثقيله, يعني حتى الهدف جا ثقيل, جا في اخر لحظه, وكنطلب ان شاء الله التاهل. يعني عينا هارمنا من هذه من اجل هذه اللحظه. اول حاجه كانت مقابلة قوية, ديت فريق مانيبيا, لعبنا بطريقة حسبية, اللاعبين داروا عليهم, بدينا بقينا متمسكين على نسجلوا هدف الفوز. استطعنا في الدقيقة 88, وكنشكر اللاعبين اللي قدموا مجهود كبير, وكنشكر إيرفي رونار المدرب ديالنا اللي عطى تعليمات اللاعبين ديالنا تعليمات مزيانين, وكنشكر حتى الجمهور المغربي اللي حضر بكفة شجع 90 دقيقة. كان عندي إحساس قوي بأن نسجلوا هدف دقيقة 88, بأن غنفوزوا 1-0 أنا وعمو منير اللي سقطنا, وكان عندي إحساس مقلة توني بكي هذه تقول دموع الفرح. أنا كنت بكيت في روسيا بماركة بحدوس على رأسه, ولكن كان عندي إحساس قوي وبكية جات على غفلة. وشكرا الجمهور المغربي. سنعرفوا بأن ريان من أصغر مشجعين المنتخب الوطني, واللي تيحب الكرة لواحد الدرجة يستيريها زعما ما تتصورش, لا مع الفريق ديالو الأول فريق المغرب التطواني, لا مع المنتخب الوطني. الوقيته اللي تسجل فيها البيت هو ريان بدون شعور, وبديك الفرحة الهستيرية بدون شعور, قلع القميص ديالو وبكى, وماشي هو اللي بكى بكينا كاملين, لان هنا المغاربه كنا متعطشين لواحد الدرجه اللي ما تصورش. من متمكن البيت, ريان حدايا بهمشه من هنا, كلشي مساقو البيت تعرى مسكين, وكاين واحد الصور كيشوف لتحت, خفنا على ريان مسكين وتعرى وجباه شدوه هزوا ديك الهزه. وكنشكروا المغاربه كاملين اللي تعاطفوا مع ريان, اللي تعرفوا معاك, نشكروهم ومربوحة إن شاء الله للمغرب والتأهل. مغرب مصر.